الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين حياكم الله، ركز كده معايا في هذه المسألة وعايزين نعرف الحل بتاعها، ولو أنت عارف الحل وقف الفيديو وقول لنا الحل، مش عارف الحل تابع الفيديو للآخر. لو أنا عندي مثلا 4 على 2 أس سالب 1 ضرب 2، كيف تجيب ناتج هذا المقدار بدون استخدام الآلة الحاسبة؟ أقول لك تجيبه إزاي؟ يلا يا الناس، بص يا سيدي الفاضل، 4 على 2 أس سالب 1، الأربعة دي خليها زي ما هي، وعلى 2 أس سالب 1، أوكي، وبعد كده عندك مضروب في كام؟ مضروب في 2، فأنت هتجيب قيمة هذا ده الأول اللي هو عليه الصلاة، ترتيب العمليات، يعني. يبقى 4 على 2 أس سالب 1 هي كانت حضرتك على 2 أس سالب 1، فأنت بتغير الباور بتاع الرقم، أوكي، فيصبح كام؟ فيصبح على 1 على 2، اوكي، يبقى 2 سالب 1 اللي هي 1 على كام؟ 1 على 2. وبعد كده نستخدم العمليات الحسابية بتاعنا، يبقى 4 على تصبح تقلبها اللي فيه 1 على 2، اقلبها تبقى كام؟ تبقى اللي هي 2 مضروبة في 2، فيطلع الناتج كام؟ 16. نستفاد ايه من هنا؟ لو انت عندك هنا اس سالب طلعه فوق يطلع موجب على طول، يبقى 4 في 2 في 2، اوكي، يبقى 4 في 2 ب8، في 2 ب2 ب16، اوكي، شكرا. الو، السلام عليكم حمدي، كيف حالك؟